في حديثنا حيكون عن الفيس كونتراست مايكروسكوب اللي هو مجهر تباين الأطوار، بحيث أن هذا المجهر يعتبر مجهر ضوئي عادي مزود بمكثف خاص. هذا المكثف يعمل على التمييز ما بين مكونات الخلية الميكروبية المفحوصة الغير مصبوغة. هاي من النقاط الأهم، ولا يستطيع المجهر الضوئي تمييزها. لماذا لجأنا إلى استخدام هذا النوع من الفيس كونتراست مايكروسكوبي؟ لأنه من الفوائد الهامة له إنه بيعمل تمييز ما بين مكونات الخلية الغير الميكروبية الغير مصبوغة والتي لا يستطيع المجهر الضوئي تمييزها، بحيث إنه وجدوا إنه لهذا المجهر تقريبا في يعني موجود عدسة أو عدستين من العدسات العينية وعدسة شيئية مختلفة مختلفة التكبيرات، وحيث أن هذا النوع من الميكروسكوبات يستخدم لفحص أيضا الحيوانات والنباتات الصغيرة وأجزائها التي لا تستطيع مشاهدتها بوضوح بالعين المجردة، ولا حاجة لعمل مقاطع رقيقة في الكائن الحي. أيضا أود التنويه أن هذا الميكروسكوب اللي نطلق عليه ميكروسكوب التباين يستخدم لدراسة تفاصيل الخلايا الحية وغيرها من الكائنات الحية الشفافة من خلال ضبط التباين، وكذلك يشير ضبط التباين إلى ظلام الخلفية للعينة، حيث يكون من الأسهل رؤية العينات الفاتحة على خلفيات أكثر قتامة. هاي من أيضا من المعلومات الهامة لازم نتذكرها عن اللي هو ميكروسكوب التباين. لو جينا نتحدث في مزيد من التفاصيل عن الكلام اللي احنا حكيناه الآن عن ميكروسكوب التباين، بس أنا يمكن حاب أوضح كمان نقطة من ضمن النقاط اللي هنتطرق إلى خلال الشرح، إنه ميكروسكوب التباين بشكل أساسي زي ما حكينا بنعمل عملية دراسة وفحص للخلايا الحية والغير مثبتة، لأنه إحنا بنتذكر في الستينت في الميكروسكوب العادي كنا نعمل إيش؟ نعمل فيكسيشن، هذا غير مثبتة. الخلايا الحية الغير مثبتة كثير معلومة مهمة، ويعمل على زيادة الفروق بمعدلات. مين في شغلة مميزة فيه؟ لأنه أنا بحب بلاحظ بستطيع أن أشوف التباين بشكل واضح، إن أنا بستطيع أتعرف على زيادة الفروق بمعدلات الانكسار الضوئي في تراكيب الخلايا المختلفة، وتسهيل رؤيتها والتمييز بينها بشكل أسهل وأدق. هاي تقريبا بتلخص المعلومات الهامة عن الفيس كونتراست مايكروسكوبي اللي حنتطرق إليها بالتفصيل خلال الحديث، بس أعتقد أعطينا يمكن ملخص جيد جدا عن فائدة استخدام الفيس كونتراست مايكروسكوبي. بداية فيرست ديسكرايبد كان في عام 1934، بحيث وجدوا إنه زي ما حكينا قبل شوي اعتمدنا على مين إحنا؟ هاي كونتراست ايمج، بعطي تباين عالي اوف ترانسبيرنت سبيسيمين للعينات الشفافه. ايش الشغلات اللي ممكن اشوفها؟ قبل شوي حكينا عنها ليفينج سيل كان اكزامند ان ذير ناتشورال ستيت. هذه من المعلومات المهمه، ان انا بستطيع ان اشوف الخلايا الحيه في وضعها الطبيعي. البرنسبل تبعت الفيس كونتراست مايكروسكوبي انه الخلايا الغير مصبوغه، وهذا اشرت لها في الوظائف الاستخدام لهذا الجهاز، انه بيستخدم الخلايا الغير الميكروبيه الغير مصبوغه، تمام؟ بحيث انه هذا الانستيد بكتيريا ايش في عندي؟ الكونستيتيونتس تاعتها المكونات تاعتها الها مين؟ هنا كلمه السر الواضحه ديفرنت ريفراكتيف اندكس، وهذا اللي بيعمل لي التباين بشكل واضح، فبصير عندي ديفراكشن اوف لايت. وعلى ذلك الفيس كونتراست مايكروسكوبي ايش بيستخدم هنا؟ اوبتيكال ميكانيزم، بحيث انه من خلاله ايش بصير في عمليه ترانسليت مينيت فاريشن ان فيس انتو كورسبوندينج تشينجز ان ذا انتنسيتي اوف ذا ايمج، بحيث انه التغيرات الدقيقه في الفيس الموجوده عندي لهذه الماده المراد رؤيتها وين يعني بلاقيها موجود التشينجز هذه في الانتنسيتي اوف ايمج، مدى كثافه الايمجز اللي بنشوفها. وهذا يمكن حنلاحظ خلال الصور اللي حنشوفها كيف بتظهر معنا كونتراست مايك. هي واضحه، شفتوا كيف الفرق؟ يعني اعتقد الصوره الان هذه الموجوده قدامي صوره موضحه بشكل تفصيلي
الليفنج سيل كنا بنشوف احنا خلايا حية كيف شكلها في البرايت فيلد مايكروسكوبي، ما بين الميكروسكوب مين اللي هو الفيس كونتراست مايكروسكوب التباين. فهنا light rays through objects change in phase no intensity. هنا طبعا في ان من ضمن الحاجات في التركيب الموجوده في الجهاز رينج شيبد كوندنسر ديافرام، وفي ان سبيشال جلاس ديسك في الاوبجكتيف. هاي معلومات تفصيليه تتحدث عن الشغلات في تركيب الجهاز. طيب لو جيت انا الان ايضا هاي قلنا الحاجات المهمه انه بصير عندي ديفراكتد مين لايت، تمام، من الحاجات المميزه عندي في اللي هو الفيس كونتراست مايكروسكوبي، بحيث انه في عندي شغلتين مهمين من ضمن الاشياء المطلوبه والهامه عندي اللي هي مين انيولر ديفرام، ممتاز، وايش كمان عندي فيس بليت، فيس بليت وانيولر ديفرام. الديافرام احنا عرفنا الديافرام اللي موجود اللي كان بيتحكم، بتتذكروا في اللي احنا بنحكي عن في الميكروسكوب الضوئي كان الديافرام بيتحكم في الاضاءه. هنا في عندنا انيولر ديافرام خاص بهذا الجهاز، وعندي في فيس بليت. هذول شغلات مطلوبه بشكل تفصيلي وين في ميكروسكوب التباين. وفي عندنا كوندنسر انيولس، الكوندنسر انيولس او انيولس ديافرام، طبعا هي بقول لي اوبيج فلات بلاك light absorption، بعمل امتصاص لمين الضوء with the transparent annular ring، وبعمل hollow cone في off light إلو من الضوء. هذه تفسيرات فيزيائية يعني، خلينا نقول دقيقة كيف بصير عندي بيعطيني ال hollow cone off light، تمام. هذه الface contrast، في ان الface plate موجودة في الباك focal plane اوف اوبجكتيف. ايش وظيفه الفيس بليت اللي قلنا عنها لها برضو اهميه هان غير الانيولاس ديافرام، انها بتعمل انهانس فيس ديفرنس لما يكون باي ريتريدنج ديفراكتد ويف لينث فرونت باي 1 كوارتر اوف ويف لينث، بتعمل اللي هو التباين. هذه مسؤوله لها دور في ظهور التباين بشكل واضح، تمام. وهنا بصير عندي كمان ريديوس لمين للانتنسيتي اوف دايركت ريز and equalize it with different rays intensity، بتقلل اللي هو الكثافة of direct rays وبتعملها مساواة في اتجاهات، طبعا في diffracting rays مختلفة. تقريبا هذه شغلات فيزيائية دقيقة، مش حكون يعني طالب منكم هذه التفاصيل بقدر ما هي معلومات عامة حتكون بالنسبة لكم. الايمجز هي عمال واضح جدا كيف شغلات بتظهر معايا بالفيس كونتراست مايكروسكوبي، سبيريليوم، وهنا عندي كلوستريديوم، واضح جدا كيف التباين بظهر معايا بشكل واضح ويمكن رؤيته بشكل تفصيلي ايضا. وهي عندي شفتوا هاي التباين كيف، شوفوا الفرق ما بين البرايت فيلد مايكروسكوبي وما بين مين الفيس كونتراست مايكروسكوبي. هنا في عندي واضح الفروقات موجوده بينهم. Use of face contrast microscopy، ليش بستخدمه أنا الفيس كونتراست مايكروسكوبي؟ إيش في شغلات مستفادة منه بشكل ممتاز؟ Face contrast microscopy enable visualization of internal cellular component، بنستطيع من خلاله رؤية الإيش التركيبات الخلية الدقيقة، يعني بشوف مكونات الخلية الداخلية للخلية الدقيقة، وهذا شغلة مهمة. بستطيع أن أشخص مين كمان tumor cells، بستطيع أن أنا أعمل examination، هذه كتير معلومات مهمة ديروا بالكم شيء استخداماته. examination of age growth dynamics and behavior of wide variety of living cell and cell culture، بستطيع أن أتابع اللي هو نمو الخلية في cell culture في الخلايا المزروعة، بحيث ان اشوف الجروث، اشوف الديناميك، اشوف البيهيفير تبعت هذه الخلايا. فاذا هاي كثير سلايد مهم المعلومات اللي فيها نعرفها. نيجي الان لمين عندي بعد هيك، ننتقل الى دارك فيلد مايكروسكوبي. طبعا بالنسبه للدارك فيلد مايكروسكوبي ايش المزايا الهامه؟ انه بنستخدمه ايضا الدارك فيلد مايكروسكوبي بسموه مايكروسكوب الحقل المظلم او المعتم دارك،
بيعتمد نظريته، انا بس عشان اوضح الفكره تبعته بشكل جيد، اللي هو الدارك فيلد مايكروسكوبي، بيعتمد نظريته على انتشار الضوء. وين بينتشر الضوء؟ بحواف الجسيمات المشعات. فيقوم بإضاءة مكثف معين، والمحتوي بإضاءة طبعا، والمحتوي على انكسارات ضوئية مختلفة. ويوجد بهذا الميكروسكوب الجسم المنوي فحصه ودراسته بشكل مائل. ليش بشكل مائل؟ يعني بنلاحظ ان هذا بيختلف عن الميكروسكوب الضوئي، يعني بشكل عمود، يعني بشكل مائل. ليش بشكل مائل؟ لمنع الضوء من الدخول مباشرة الى العدسة العينية الشيئية عفوا. وبالتالي ماذا تظهر الأجسام الخلوية لما نعم صار عندي بشكل مائل؟ تظهر الأجسام الخلوية لامعة عند حوافها بسبب التشتت الضوئي، وتكون معتمة في الأرضية المحيطة بها. هذه البرنسبل الأساسية والمركزية لشغل مين؟ الدارك فيلد مايكروسكوبي. فنحاول هذه المعلومات اللي احنا شرحناها على الدارك فيلد مايكروسكوبي نعرفها بشكل ممتاز، لأنه أنا ما تحدثت فيه كانت موضحة البرنسبل بشكل جيد، بحيث أني بستخدم هذا النوع من الميكروسكوب في دراسة العينات الحية الغير مصبوغة، إما لأن الصبغ يؤثر في مكونات العينة ويفقدها وضوحها، أو لغرض أنه نعمل دراسة للكائنات في صورتها من الحية، بحيث لا يصل أي ضوء للعين إلا في الجسم الموجود على مسرح المجهر، بحيث أنه زي ما قلت قبل شوي إعادة للكلام وللشرح، بحيث أنه تكون أرضية الشريحة معتمة تماما، ويتركب هذا المجهر من نفس الأجزاء الموجودة في مجهر المجال الضوئي، باستثناء إيش بكون فيه عندنا هنا شغلة مميزة فيه اللي هو الدارك فيلد مايكروسكوبي، نوع المكثف من الحالات اللي يستخدم فيه هذا المجهر لفحص بكتيريا مثل سبايروكيتس أو تربنوما باليدا بسبب مرض السفلس، بستطيع أن أشوفها بشكل واضح بهذا الميكروسكوب. أعتقد هيك يمكن غطينا كل ما يتعلق بتفصيلات عن هذا النوع من الميكروسكوبات. زي ما قلت أعيد الآن، كل ما تحدثت فيه الآن حتحدث عنه بشكل تفصيلي في الشرح. produce bright image of object against dark background، وهذا حكينا قبل شوية، إنه بتكون مضيء الإشي اللي بدي أشوفه على سطحية معتمة. used to observe ايش الشغلات اللي بشوفها، والكلام حكيناها قبل شوي. دراسة مين قلت قبل شوي في الشرح؟ العينات الحية الغير مصبوغة living and stained preparation. ايش الشغلة المزود فيها هذا الجهاز هذا؟ optical system to enhance contrast of unstained bodies. specimen appear gleaming bright. العينة بتظهر ايش عندي هنا؟ مضيئة. الآن الميكروب اللي بدي أشوفه إيش بكون؟ مضيء في وسط مين عندي؟ الباك جراوند بتكون عندي هاي زي ما أنتم شايفين، أعتقد واضح من خلال الشكل. وزي ما قلنا إيش كان في شرحنا، لما شرحنا قعدنا نقول إنه إيش في شغلة مميزة، وفي عندي إيش أنا سبيشال كوندنسر ديافرام. وهي عندي هاي الميكروب السبايروكيتس اللي بشوفها بتكون مضيئة في وسط ايش عندي؟ معتم. تمام، دارك فيلد مايكروسكوبي. ريكوست فور دارك جراوند مايكروسكوبي. في هنا دارك جراوند كوندنسر، هاي انتنسيتي لامب، فانل ستوب. هذه طبعا من الاشياء المطلوبة في جهاز الدارك فيلد مايكروسكوبي. ايش الشغلات اللي بستطيع اني اشوفها بشكل واضح في الدارك فيلد مايكروسكوبي؟ بتفيدني في مين؟ في ان اطلع واستطيع اني اشوف انواع من الميكروبات مثل مين؟ تريبنوما باليدا، لبتوسبايرا، كامبيلوباكتر جيجوني، ومين كمان؟ والابواب الجرثومية الاندوسبورز. الان ننتقل لمين؟ للميكروسكوب اللي بيليه، اللي هو الفلوريسنت مايكروسكوب. الفلوريسنت مايكروسكوب طبعا يعتمد مبدأ عمله هذا الميكروسكوب اللي هو الفلوريسنس على امتصاص الطاقة. ايش بيستخدم هنا؟ الترا فايولت لايت، الفوق بنفسجية. بستخدم انا مين؟ الاشعة الفوق بنفسجية. فبيعتمد المبدأ عمله على امتصاص الطاقة من قبل اي جسم، بحيث انه يؤدي الى تحويل هذه الطاقة لمين؟ الى ضوء يتألق. الحين لما اخذ الالترا فايولت لايت ايش سوى؟
تحول إلى بين الضوء يتألق، فله القدرة على امتصاص أشعة الضوء ذات الموجة القصيرة الغير مرئية، ومن ثم إيش بتلاقيه الآن ظهر عند اللون اللي أنتم شايفينه الخضار، هذه الصفار وخضار الألوان هذه، يظهر عند مين؟ يطلق أشعة ضوئية ذات موجات أطول ولونا مميزا اللي احنا بنسميه هنا مين؟ الفلوريسنس. على ذلك احنا بنطلق عليه الفلوريسنس، لأنه هذا المجهر طبعا بتتكون هو حتى أجزاؤه يعني بشكل واضح من خلالها بنستطيع ان نشوف المادة رؤيتها بتعمل فلوريسنس بشكل واضح. هي عمال لو طلعنا ونشوف التفصيلات الكلام اللي احنا شرحناه، انه اكسبوز سبيسيمن بتعرض الميكروب العينة اللي بدك تشوفها لم الى اليو في لايت فيجيبل فلوريسنس. تمام، هنا ايش بصير عندي؟ فلتر ريموف، في عندنا فلتر موجود، هذا الفلتر بيعمل ريموفنج لمين؟ للهارمفول فيو يو في. طبعا الالترا فايولت تعتبر مضره هذه الاشعه. فيو اوتو فلوريسنت اوبجكت هي الكلوروبلاست، في عندنا فلوريسنت سبستانسز ابزورب يو في لايت. وهنا ايش؟ بعد ما تمتص زي ما حكيت قبل شوي في الشرح، تمتص الضوء الاشعه الفوق بنفسجيه، وايش بتعطيني بعدها؟ ايميت فيجيبل لايت، اللايت اللي انتم شايفينه بشكل واضح هنا. وهذا طبعا بستطيع من خلال اني اعرف الميكروب بشكل دقيق جدا، لانه الفلورسنت مايكروسكوب كثير بيساعدني في التعرف على كثير من الميكروبات، بحيث انه اليو في اشعه الفوق بنفسجيه بتمر من خلال اكزايتر فلتر، وفي عندي شغلات مميزه في جهاز الفلورسنت مايكروسكوب، في عندي دارك جراوند كوندنسر، وبالنسبه للمايكرو اورجانيزم ستيند وذ سبيسيفيك فلورسنت دايز، بحيث انه الميكروب انا بكون صابغه بمين؟ بفلورسنت دايز بنسميها فلوروكروم. ايش الفلوروكروم هذه بتساوي؟ ابزورب مين؟ اللي هو الضوء في خصوصا في الريجون من 250 ل 350 نانومتر، ولما تيجي تمتص الاشعه الفوق بنفسجيه ايش حتعمل؟ ايميجن، حتصدر لايت. ايش طبيعه اللايت اللي حيبين معايا؟ زي ما انتم شايفين ممكن يكون على لون اورنج، على لون اصفر، على لون جرينش. طبعا هذه بتبين معايا بشكل واضح. When examined under microscope with ultraviolet light، عندما يتم فحصه تحت الميكروسكوب with ultraviolet light are seen as a bright object، بحيث انه بتبين معي زي ما انتم شفتوا السبايروكيتس ايش كانت لونها؟ على خضار نقول او اصفار. ايش عامل؟ bright object against مين؟ اللي بتكون عندي dark background. هي واضح جدا فلورسنس مايكروسكوب برنسبل. هي عندي اليو في لايت، هي الميكروب بربطه انا بماده فلوروكروم، بمتص الاشعه الفوق بنفسجيه وبيعطيني فيجيبل راديشن. هي كل الفكره تبعته. الفيجيبل راديشن زي ما حكينا قبل شوي ممكن يكون على لون عصفار او على خضار، تعطيني بشكل واضح اللي هو الشكل. هذا المزيد من التفاصيل عن كيف شكل الفلوريسنس مايكروسكوبي، وهي عمال بتوضح لي كيف انه حتى انا في شغل عشان انا ازيد علما فيها، ملاحظين في نقطة مهمة انه انا ممكن هي على سبيل المثال امبولايزد انتيجن. تمام، وايش الامبولايزد انتيجن هذا؟ ممكن تجيني كت من الشركة للانتيجن الموجود هنا، في انتيبادي، في عندنا برايمري انتيبادي وفي عندي سكندري انتيبادي. البرايمري انتيبادي اللي هو رابط انتيبادي دايركتد اجينست مين؟ انتيجن. والسكندري انتيبادي حيرتبط مع مين؟ سكندري انتيبادي اللي هو ماركر كابلد انتيبادز دايركتد اجينست رابط انتيبادز، بتشتغل على مين؟ على الانتيبادي اللي كانت موجوده. فلو استخدمنا ماركر طبعا بستطيع انه يعطي اشعه بشكل واضح. انتيجين ارتبط بانتيبادي، برايمري انتيبادي ارتبط بسكندري انتيبادي، اضفت طبعا ماركر بين لي اياها بشكل واضح. هذا الفلوريسنس، شوفوا جدا رائع النتائج تبعته. اخر حاجه بنختتم احنا الحديث تبعنا في على ذلك على مين؟ على الالكترون مايكروسكوبي. طب ايش الالكترون مايكروسكوبي؟ الالكترون مايكروسكوبي هذا الميكروسكوب يستخدم لايش؟ يستخدم للحصول على تفاصيل دقيقة.
ومفيدة جدا للعينة المفحوصة مقارنة مع هو متاح بالمجهر الضوئي. ليش؟ لأن أنا في هذه الحالة إيش حستخدم في الإلكترون مايكروسكوبي؟ حستخدم موجات إلكترونية ذات أطوال قصيرة جدا، بدلا من مين؟ من موجات الضوء العادي في إضاءة الجسم المفحوص اللي بستخدمه في الميكروسكوب العادي. وبالتالي هذا الأمر إيش حيعطيني؟ حيعطي قدرة أكبر من قوة التمييز باستعمال المجهر الضوء، حيث يمكن الوصول إلى تكبيرات من خلال الإلكترون ميكروسكوبي يمكن أن تزيد عن مليون مرة. فإذا قمنا بتكبير الصورة الفوتوغرافية الناتجة عن المجهر الإلكتروني، طبعا بيظهر معايا بشكل واضح جدا الشكل اللي أنا بدي أشوفه. هذه من الأشياء المهمة اللي بدنا نشوفها عن الإلكترون مايكروسكوبي. كذلك يعني هنا في شغلة حاب نوضحها بالنسبة للمايكروسكوب الإلكتروني. في عندنا الإلكترون مايكروسكوبي زي ما قلت قبل شوية إيش بستخدم أنا؟ بيم أوف هايلي إنرجيتيك إلكترون، حزم إلكترونية، تو إكزامين ذا أوبجيكتس أون أ فيري فاين سكيل. The examination can yield info، ممكن يعطيني معلومات هامة عن مين، كل ما التفصيلات الدقيقة عن المادة اللي رؤيتها من خلال التوبوغرافي، من خلال المورفولوجي، من خلال الكومبوزيشن، من خلال الكريستالوجرافيك ستراكشرز. كل هذه الأشياء بستطيع أن أشوفها بشكل واضح تحت الإلكترون مايكروسكوبي. فإذا الإلكترون مايكروسكوبي في هذه الحالة يستخدم إلكترون بيم as a source of illumination، استخدمته يعني كمصدر للإلومينيشن. The wavelength of electron traveling on vacuum is much، زي ما قلت برضو في الحديث اللي سبق لما قلت انه ايش بكون طول الموجة هنا؟ قصير، shorter than wavelength of visible light، يعني اقصر من طول الموجة لل visible light، 100,000 time shorter، تقريبا اصغر منه 100,000 مرة. وهذا بيعطيني، بيؤدي ان انا احصل على مين؟ على much higher resolution. ايضا الكترون مايكروسكوب ايش بنستخدم هنا؟ ماجنتيك فيلد تو بند، بستخدم ماجنتيك فيلد يعني فيلد مغناطيسي. هذا المجال المغناطيسي ايش هذا المجال بيعمل؟ بيعمل بيم بند عفوا بيعمل بند انثناء البيم اوف الكترونز instead of using lenses to bend beams of light. تمام. We cannot see rabies and smallpox virus without electron microscopy. لا نستطيع أن نرى هذه الأنواع من الفيروسات اللي هي زي rabies virus أو smallpox بدون استخدام الميكروسكوب الإلكتروني. Electron microscopy cannot be used to observe living organism. هذه برضو معلومة مهمة بتجيكم في الصح وغلط في الامتحان. هل الالكترون مايكروسكوب بستطيع ان استخدمه انا لرؤيه الخلايا الحيه؟ طبعا لا. هنا بوضح للدياميتر طبعا او السايز الموجود، ومن ثم بنيجي لمين؟ للتايبز اوف الكترون مايكروسكوب. في عندنا نوعين، في عندنا اللي بنسميه احنا الترانسميشن الكترون مايكروسكوبي، وفي عندنا ايش؟ سكاننج الكترون مايكروسكوبي. السكاننج الكترون مايكروسكوب اللي هو ايش بنسميه؟ الماسح، يستخدم في التحليل طبعا الطيفي السكاننج، يعني بيعطيه سكاننج للمجال اللي انا بدي اشوفه. اما بالنسبه للميكروسكوب الالكتروني النافذ ترانسميشن، هذا بنستخدمه في مين؟ في علم الاحياء لدراسه مين؟ لما بقول ترانسميشن لان بدي اتعرف على ايش؟ بدي اتعرف على التركيب الداخلي للخلايا. زي مين؟ زي الميتوكوندريا، زي العضيات. هذه مين بيساعدني فيها؟ كان الكترون مايكروسكوبي. اذا ترانسميشن الكترون مايكروسكوبي، الان الكترون سكاتر وذي باس ثرو ثين سكشن اوف سبيسيمن. طبعا بصير عندنا ترانسميشن للالكترون ار يوز تو برودوس ايمج، بتعطيني ايمج في النهايه. في عندنا دنسر ريجون ان سبيسيمن سكاتر مور الكترون اند ابير داركرز، المناطق اللي في عنا denser region مكثفة أكثر في العينة، يعني بصير في عنا scatter more electron، في scattering للإلكترونات، وبالتالي بتبين إيش عندي أكثر تعتام. هاي عندي الـ transmission electron microscopy، هذه تفصيلات تقريبا دقيقة لإيش التركيب من حيث اللينسز اللي بتكون
تكون موجودة عندي، وإيش الآن عندي زي ما أنتم شايفين إلكترون جان موجود أنا بستخدمه في الميكروسكوب الإلكتروني. سكانينج إلكترون مايكروسكوب، قلنا إحنا قبل شوي السكانينج إيش وظيفته؟ مسح طيفي، يعني بيعطيني معلومات عامة. أما هذاك الترانسميشن بيعطيني التفصيلات الدقيقة في الميتوكوندريا والعضيات. السكانج الكترون مايكروسكوب بيستخدم الكترون ريفليكتد من مين؟ من السيرفيس، لانه انا بعمل على سطح تو كرييت ايمج عشان يعطيني مين ايمج، بحيث انه بيعطيني طبيعة الايمج 3 دايمنشنال ايمج وفي سبيسيمن سيرفيس فيتشرز. طب ليش انا بستخدم السكانج الكترون مايكروسكوبي؟ يوز تو ستادي سيرفيس فيتشرز اوف سيلز او فيروسز. يستخدم لمين؟ لدراسة اللي هي features of cells and viruses. scanning electron microscopy has resolution، تقريبا الريزوليوشن تبعته 1000 مرة better than light microscope. هذا برضو معلومة مهمة، انه الالكترون مايكروسكوبي السكان الكترون مايكروسكوبي في عنده ريزوليوشن قوة انحلال وتميز 1000 مرة اعلى من مين؟ من الميكروسكوب الضوئي. هاي السكانينج الكترون مايكروسكوبي، هاي تريبلوما باليدم، كيف تظهر معي؟ شوف كيف تطلع، وكيف الفيبريو كولر الكوما شيب تبعها كيف بظهر with polar flagella شكل واضح جدا. الالكترون مايكروسكوبي بيعطينا هذه الصور. هنا working of هذه طبعا كيف شكل السكانينج الكترون مايكروسكوب. هذه معلومات، مزيد من المعلومات عن resolution is limited by the wavelength of radiation. مزيد من التفصيلات عن molecular biology of the cell، يعني بتوضح لي كيف الفروقات ما بين المناطق اللي أنا بستطيع أن أشوفها ما بين النيكد آي ما بين اللايت مايكروسكوب والملحكي عنه قاعدين الآن اللي هي مين؟ الميكروسكوب الإلكتروني. في عندي أيضا من ضمن الميكروسكوبات اللي ممكن ايضا من نيو مايكروسكوبز اللي بتستخدم زي مين كمان، في عندي في عندنا سكانينج بروب مايكروسكوب. هذا السكانينج بروب مايكروسكوب ايش بتستخدم؟ ميجر سيرفيس فيتشرز، طبعا بحيث انه بيستخدم في هذه الحاله مين عشان اتعرف على هذه المميزات الموجوده على السيرفيس. باستخدام شارب بروب اوفر اوبجكت سيرفيس، استخدم بروب على مين؟ على الاوفر اوبجكت سيرفيس، وبالتالي بستطيع ان اشوف من خلالها الاتومز والمولكيولز. مين في كمان من انواع الميكروسكوبات الجديده زي مين؟ زي السكانينج تونلينج مايكروسكوب، في عندنا الاتوميك فورس مايكروسكوب، برضه هذه من انواع جديده من الميكروسكوبات. في كذلك يضاف الى ذلك من النيو تكنيكس في الميكروسكوبي، في عندنا كونفوكال مايكروسكوبي اند سكانينج بروب مايكروسكوبي، هذه نيور تكنيكس ايضا في الميكروسكوبي. هنا بحيث انه تتميز هذه الميكروسكوبات انها عندها اكستريملي هاي ريزوليوشن، قمه الانحلال والتميز عند تعتبر عاليه جدا. كان بي يوزد حتى بستطيع من خلالها ان اشوف مين عندي الانديفيديوال اتومز. في عندنا من ضمن الميكروسكوبات ايضا في عندنا كونفوكال مايكروسكوبي، كونفوكال سكانينج ليزر مايكروسكوبي، بحيث انه بيستخدم هنا فيها ليزر بيم عشان يعمل illuminating للسبوت الموجودة في على العينة. لو جينا للكونفوكال سكانينج ليزر مايكروسكوب، فيما يتعلق بهذا الميكروسكوب ايش ماله؟ بيستخدم يوزر ليزر بيم to illuminate specimen whose image is then digitally enhanced for viewing on computer monitor. يعني انه بيستخدم اشعة الليزر لإلقاء الضوء على عينة، ومن ثم يتم تحسين صورتها رقميا بعد ذلك للعرض على وين؟ على شاشة الكمبيوتر. حيث ان الليزر بيم، شعاع الليزر يقوم بمسح ايش؟ سنجل بلين، سطح واحد. قديش الثيكنس تقريبا تبعه؟ 1 مايكروميتر. زي لو جينا طلعنا هنا بشكل واضح ما بين اللايت مايكروسكوبي وما بين الكونفوكال سكانينج ليزر مايكروسكوبي، فاعتقد واضح الكومباريزون اوف ديبث اوف لايت كولكشن اند ايمج كلاريتي، واضح جدا انه كيف الكلاريتي ما بين
الكونفوكال ليزر سكاننج ليزر مايكروسكوبي وما بين اللايت مايكروسكوبي. فهذه شغلات بتوضح بالتفصيل كيف الفروقات عندي وكيف انا عباره عن مجال من التوضيح بشكل اكبر بكون عندي في الكونفوكال سكاننج ليزر مايكروسكوب، اي كمان كونفنشنال لايت مايكروسكوبي. طلع معي هنا كيف الايمج ان فيلد، هنا البايو فيلم سيرفيس ديبث اوف فوكس، هنا ديبث اوف لايت كولكشن. فهذه عندي مميزات في الفروقات ما بين الكونفوكال سكاننج ليزر مايكروسكوب وما بين كونفنشنال لايت مايكروسكوب. نيجي للسكان سكانينج بروب مايكروسكوبي. في عندنا سكانينج تانيلينج مايكروسكوبي، ستيدي ستيت تانيلينج مينتين بتوين مايكروسكوب بروب اند سبيسيمن. هنا طبعا هنا بستخدم انا عندي بروب، هنا اب اند داون موفمنت اوف ذا بروب از ات مينتين كورنت از ديتكتد اند يوزد تو كرييت ايمج of the surface of the specimen. طبعا البروب لما انا بأشبكه هنا بكون موجود مع العينة، له دور مهم انه يساعد في ظهور ايمج لمين للسيرفس اوف سبيسيمن وبين لي طبعا بشكل واضح. في عندنا اتوميك سكانينج بروب مايكروسكوب، في عندنا اتوميك فورس مايكروسكوبي، هنا بحيث انه بيستخدم شارب بروب موف move over the surface. أنا زي ما حكيت قبل شوية هنا البروب، بروب هو عبارة عن دليل، هنا بيعتبر move over the surface of the specimen at constant distance، على طبعا مسافة ثابتة. up and down movement of the probe as it maintain constant distance is detected and used أيضا to create image، وبعطيني image واضح. وجينا هنا على الانفيرتد مايكروسكوبي. في other microscopes في عنا الانفيرتد مايكروسكوبي، بيستخدم في ميتالوجرافي خصوصا ميتالوجرافي علم المعادن. في عندي examination of cultures في flat bottom dishes، بفحص المزارع في نوع من flat bottom dishes. micro dissection كذلك ممكن نستخدمه في examination of parasites للطفيليات. observation of agglutination in serology، حتى انا بستطيع ان من خلاله اشوف الاجلوتينيشن اللي بظهر معي في مين. في عنا الستيريو مايكروسكوب، وهذا النوع من الميكروسكوبات الميزه اللي فيه انه بيعطيني 3 dimensional image، الايمج بيكون عند الصوره ثلاثيه الابعاد. اخر حاجه في حديثنا لليوم في الميكروسكوبي عن البولورايزنج مايكروسكوب. البولورايزنج مايكروسكوب اللي بنطلق عليه مايكروسكوب الضوء المستقطب، وفيما يتعلق بميكروسكوب الضوء المستقطب يعني من المعلومات الهامة في الحديث عنه هذا النوع من الميكروسكوبات، نجد انه بيستخدم للتمييز ما بين المواد من خلال عملية استقطاب وتحليل الضوء، بحيث انه يستخدم هذا النوع في دراسة العينات الجيولوجية لفحص طبيعة البلورات وكذلك لتحليل تفاصيل الانكسار والإيجاد في هياكل البيولوجية. يعني هذه تقريبا من الحاجات اللي مشهور عليها استخدامه للبولورايز مايكروسكوب اللي هو مايكروسكوب الضوء المستقطب، بحيث انه بيستخدم لتحليل دراسة وتحليل البلورات والمعادن، حتى انه تصميمه لهذا الميكروسكوب يعتمد على عملية استقطاب وتحليل الضوء، بحيث انه ايش ملاحظين انه ايش بيستخدم عندي تو بولورايزر، بعدين بيعطي انفو على البريف رينجز اوف ذا بادي عن حول اللي هو معلومات حول الانكسار الجسم، وكذلك بيستخدم في الكريستالوجرافي زي ما قلت قبل شوي علم البلورات والمعادن، وفي اليورين اكزامينيشن حتى كذلك المرضى المصابين بالاميلويدوسيس ايش وجدوا في هذول المرضى، انه بيظهر شكل مميز خصوصا للانكسار تبعه واضح الابل جرين بايل فرينجز. هذه كانت شغلة مميزة وواضحة بتعرفوا فيها باستخدام البولورايزد مايكروسكوبي، بحيث وجدوا انه الاميلويد ايش ماله هاز كاركترستيك ابل جرين بايفرينجنز از سين ان ديبوزيتس، وهذا بلاحظوه حوالين السمول ارتريز او عند الكورتكس للغدة الادرينالية. فهذه اشياء
طبعا بتتوضح بشكل مميز من خلال البولاريزنج مايكروسكوب. بهيك بنكون خلصنا شابتر الميكروسكوبي، وإلى اللقاء في معمل قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.